توقفنا عند إبراهيم المصري. إبراهيم المصري. وإبراهيم المصري يمكن موضوع شائك شوية، الناس مش فاهمة تفاصيله، الناس شككت في موضوع الريبورت بتاع كورونا، لا سلبي لا إيجابي، إيه اللي حصل بالتفصيل يا كابتن محمد؟ هو اللي حصل بالتفصيل مع إبراهيم المصري، كانوا هم عملوا رابيد تيست مع المنتخب وطلع إيجابي إبراهيم المصري، فإحنا خرج من المعسكر وما كانش معانا موجود مع الفرقة قبل المباراة بيوم. دي قبل المباراة الفرنسية؟ قبل المباراة بحوالي 3 أيام. قبل المباراة، لا قبل مباراة الكاس. الكاس فجي بعديها عمل بي سي ار معانا قبل، يعني قبل الكاس كان طلع ايجابي، قبل الدوري كنا عاملين كلنا بي سي ار كل الفريق، لان كان في قرار طالع من الاتحاد لعيبه الاهلي والزمالك مش تنزل غير عامله بي سي ار، فعملناها فكان سلبي. فعمل رابيد تيست قبل بعديها طلع ايجابي، فاحنا خرج من المعسكر، وقبل مباراه الزمالك بيوم خليناه يعمل تحليل تاني بس رابيد تيست مش بي سي ار عشان برضه اكون صادق يعني، فطلع سلبي. وعلى هذا الاساس خليناه والريبورت موجود وخليناه يشارك، لان احنا اكيد خايفين عليه وخايفين على نفسينا وخايفين على اي لعيب موجود سواء من اهلي او من زمالك، عمرنا ما يعني ما هننزله وهو في حاله مثلا يكون ايجابي ويضر غيره يعني. يمكن حتى دردشنا كتير في الموضوع ده لما كان عصام الطيار برضو في مباراه الدوري اللي هي الاولانيه، كان عصام الطيار كان عنده كورونا برضو، وفضلنا ان هو برضو يبعد عن يخرج من المعسكر ويتعالج وما رجعش تاني الفريق لما عمل بي سي ار وطلع سلبي عشان نطمن عليه ونطمن على كل اللعيبه اللي موجوده.